بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون طير ما يشتهون وهور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما كن إنشاء من أتراب باليمين سلة من سموم وهميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا مت ترابا وإذا إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها ضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
هذا نزلهم يوم الدين فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونعشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة فلولا تذكرون أفرأيتم أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء فلولا تشكرون أفرأيتم النار نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدركون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا فلوت الخلق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ترجعونها إن كنتم صادقين إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام مكذبين الظالمين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين حسن